هذا هو معكم القشاش حمد رئيس جمعية أمن سلسبيل سوس للتنمية البشرية بدوار سرحنا جامعة وقيادة إقليم تاروداد. نحن هنا اليوم في إطار إعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من إفطار الصائم تمزيدا للمرحلة الأولى التي سبقتها خلال شهر رمضان المبارك المنصرم. ولله الحمد هذه المبادرة منظمة من طرف جمعية أمن سلسبيل سوس للتنمية البشرية بتنسيق مع سفارة الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جزاه الله خيرا، حيث استفادت منها على الحصة الأولى حوالي 60 أسرة، واليوم إن شاء الله ستستفيد 80 أسرة بإذن الله تعالى من قفة مكونة من مواد أساسية متنوعة. هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، سواء مستوى قائد البلدين الشقيقين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، أو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أو على مستوى الشعبين الشقيقين الإماراتي والمغربي. بهذه المناسبة تتقدم جمعية أمان سلسبيل سوس للتنمية البشرية بكل أعضائها ونيابة عن ساكنة دوار سرحنا بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الشعب الإماراتي الشقيق على هذه المبادرة الطيبة، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لهم في رزقهم وأموالهم وأن يجازيهم خير الجزاء. السلام عليكم، أنا السيد طويل علي دوار سرحنا جماعة إقلي. كنشكر هذا السيد محمد بن زايد وكنشكر هذه الجمعية، شكر جزيل الشكر، الله يجزيهم بخير، ولهاد الناس اللي قايمين بالواجب الله يجزيكم بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلقين وعلى آله وصحبه وسلم سلم. تنشكر هذا الرجل هذا الكريم اللي كرمنا كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو المؤمن الله ينصره الله يحفظه، وتنشكر السلطة المحلية محمد السادس الله ينصره.